محمد البريك في الجهه اليمنى، محمد البريك سيبحث عن كره عرضيه، فعلا عرضيه خطيره لكن الدفاع يتدخل، تصل مره اخرى سالم بالكره، أخرى بقبضة اليد، المتابعة الضعيفة من الدفاع، ضربة وفي الشباك، وسالم يتقدم للهلال، الهدف الأول في هذه القمة. سوء من الرقابة الدفاعية بدون أي مضايقة لوحده، اختار الزاوية وقال اذهبي، ذهبت لتعانق الشباك وكانت في صفك يا سالم، مرت بين قدميك يا خبراني، عدت من بين القدمين واختارت شباك الأهلي لتكون زعيم، لتكون لمصلحة الزعيم ولنجم الزعيم ولسالم الدوسري. 1-0 يا هلال، ثم ستنتظر بعد ذلك نفس على اللقب في وقت مبكر تقريبا، كانت ثنائية كرة بالخطا، تصل لعمر، التعادل، الله بين القدمين، وافرح يا جماهير الاهلي، وعودي يا قمه الى التعادل، وبادلوني الحب والتحيه والكثير من الذكريات. كان يتوقع تكون مثيره وممتعه وفيها دراما كرويه وفيها تشويق، ولكن حتى الان بنتيجه متعادله، هذه خطيره جوميز، فار، الله يا ولد، الضربه يا جوميز، حان وقت الأسد ليظهر من جديد، حان وقت جوميز ليسجل من جديد، جوميز بضربة بروعة بتسديدة في المكان المعتاد في شباك الأهلي، مثل ما سجل هاتريك آسيويا يظهر محليا يا جوميز، هذه اللي كان ينتظرها جوميز، اللي كان ينتظرها مثل هذه التمريرات، واحد على واحد مر وامام المرمى، لا يرحم لا يرحم جوميز، لا يرحم يا كويار، وينها مر، الضربه يا جوميز، روعه من جانب بابي، بابي يسجل الثاني ليتقدم الهلاليين مره اخرى لتعود المباراه لمصلحه الهلال 2-1، الاهلي اللي كان قريبا من المرمى يا عمر، هل تسمعني يا سوما؟ ضاعت وفرصة هدف ضاعت، ثم بعد ذلك أمام جمهور الأهلي يحتفل بطريقة فيديا سيباستيان، جوفينكو عرضية بالراس، خلصت، خلصها البلاهي، خلصها البلاهي براسية قاتلة في توقيت حاسم، قلب المدافعين يقلب مواجع الأهلاوية ويسجلها في دقيقة قاتلة في آخر دقائق المباراة، وقت الجحفلي خداه البلاهي، سجل هدف ثالث وأنهى القمة وأكد تفوق أصحاب الأرض بهدف بعد أن ضاعت فرصة خطيرة بغفلة. ما هذا الدفاع يا أهلي، 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 لا يمكن.
المنافسة على اللقب بدفاع يقوم بهذه الأخطاء الكارثية. البلاهي ضربة رأس سباحة للبلاهي وبالتأكيد يغرق الأهلي في موج الهلال في الدقائق الحاسمة من أحداث المباراة. والبلاهي دخل من أجل ليس أن يدافع عن مرمى فريقه بل من أجل أن يسجل مرمى فريقه وينام مرتاح البال. الثواني الأخيرة على نهاية